لكن إيه في التاريخ في ال10 سنين على كرسي ماري مرقص تعتقد أنه كانت السنة الأصعب أو تسميها السنة الأصعب؟ بلا شك السنة الأولى. السنة الأولى لعدم استقرار البلد المجتمع، لكن في فترات، بلاش نقول سنة يعني السنة دي كبيرة طويلة، لكن مثلا في فترات، مثلا هجمات الإرهاب كانت مواقف شديدة الصعوبة ومواقف في مصر مش معتادة عليها. فحصلت في 16 حادثة البطرسية، في 17 في إبريل حادثة المروسية في اسكندرية وكنيسة ماري جرجس في طنطا في نفس الوقت، كان يوم عيد، عيد الزعف يعني. وأعتقد و2000 عايز أفتكر أنه الاعتداء الجماعي على عدد كبير من الكنائس ده كان في أغسطس 13 في 2013 أغسطس 13، ما هو امتداد للسنة. أيهما أصعب؟ لأن أنا عارفة أن أنا بسأل في قصة فاتت ومش عايزين نفتكرها، لكن السنوات دي كان لقداستك دور وطني أقدر أقول مش بس كان في حماية للكنيسة، لكن كان في حماية للبلد. فكانت الاختيارات والقرارات بتتخذ ازاي في الكواليس؟ طبعا الاعتداءات على الكنائس اللي تمت في يوم واحد 14 اغسطس سنه 13 وفي اماكن كتيره، واتاثر بيها ما يقرب من 100 مكان بين كنيسه ومدرسه ومبنى خدمات، وده لانها حصلت كلها في يوم واحد. هو ده كان اللي فيه شكل من اشكال الصعوبه الشديده. والنقطة اللي كانت يعني تشغل ذهني في وقتها، أنا كان لسه بقالي 7-8 شهور في البطريركية، اللي بتشغل ذهني البلد حافظ عليها إزاي؟ البلد هو أي طوب بيتهد هيتبنى، يعني دي مش القضية. أي حاجة الجملة الذهبية يعني هتتبنى. وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.